الله أكبر الله أكبر الله أكبر، والنصر دوما حليفا لأهلنا في الجزائر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، والفوز دوما لأهلنا بالجزائر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، والحق دوما مع أهلنا وشعبنا في دولة الجزائر. بداية مرحبا متابعينا الكرام، برحب بكم أحباب الفلسطينيين في كل مكان والعاشقين بالقضية الفلسطينية والمؤمنين تماما بأن الاحتلال الصهيوني سيزول من الأراضي الفلسطينية إن شاء الله بإذن الله تعالى. بداية هذه الحلقة صلى سيدنا محمد لنكسب الأجر مع بعض بإذن الله تعالى، ونسأل الله التوفيق لنا ولكم. وإذا أنت بداية بتحب ابن فلسطين وبتعشق ابن فلسطين، شاركنا هاي الحلقة لنشارك فرحتنا بفوز منتخب الجزائر بنهائي كأس العرب للناشئين مع كل أهلنا وشعبنا في دولة الجزائر. نشارك هاي الفرحة، هذا المنتخب العظيم أو هذه البلد العظيمة الذي دوما تقول نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة. نصرها على المغرب هذا بكل تأكيد دليل على أن الجزائر هي بلد الحق وبلد الرجولة وبلد الشهامة. نصرها على المغرب هي دليل على قوتها وثباتها في الميادين وفي كل مكان. نصرها على المغرب المطبع مع بني صهيون هو دليل على أنها تستطيع بأن تضع رأس المحتل والمطبعين في الأرض وفي أسفل السافلين بكل تأكيد. طبعا شفنا امبارح أحبابنا الكرام المباراة المغرب والجزائر، مباراة الجزائر والمغرب لنهائيات كأس العرب للناشئين، وشفنا كيف انتصر وسطر الجزائر ركلات جميلة وهدف في آخر الوقت. يعني ضلوا يلعب 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 لما في الآخر جابيش المغرب في حضنا. نعم، كتير ناس قالت كيف الجزائر يلعب مع بلد مطبع مع الصهاينة، وانبارح طلعنا لكم في حلقة في الليل الوخري وقلنا لكم أثبتنا لكم الهدف من الجزائر. هي عندها قناعة وعندها اسلوب معين انه نحن ما بنضع ايدنا في ايد اي شخص مطبع مع الصهاينة، ولكن لما بيلاقوا الفرصة ليطلعوا في لعبة فقط في مباراة، مش في اجتماعات ولا في لقاءات، فقط في مباريات تكون عالمية ودولية ويكون فيها بعض المطبعين، تريد أن تدخل هذه المباراة وتريد أن تكون متحمسة لترفع علم فلسطين في مدرجات الدول العالمية والعربية والإقليمية وفي كل مكان. كما لاحظنا امبارح لما أعلنوا فوز الجزائر، والله ما في علم جزائر مرفوع، كل هياتهم أعلام فلسطينية. هذه الفرحة التي دخلت قلوب الفلسطينيين، هذه الفرحة التي ينبسط ويفرح عليها الشعب الفلسطيني. والله اليوم أغلب المساجد وأغلب الباحات في المسجد الأقصى وفي كل مكان خرجت من المساجد تحتفل بفوز الجزائر على المغرب المطبع مع الصهاينة. هذا دليل لكل العالم بأن الجزائر بلد حق، بلد قوة، بلد توفيقها من عند الله عز وجل. فنحن من هذا المنطلق ومن هذا المكان ومن هذه البلد المقدسة غزة العزة، أرض الشهداء وأرض الأبطال، نقدم لكم أحر التهاني والتبركات، نقدم لكم كل الاعتزاز والافتخار، نقدم لكم كل الاحترام وكل التقدير، نقدم لكم كل الورود والياسمين والفل والزهر. أهلنا وشعبنا في دولة الجزائر على نصر وفوزكم في هذا المنتخب وتأهيله وكسب كأس العرب، فبحمد الله وبفضله أنتم ستبقون تاج فوق رؤوسنا ووسام شرف على صدرنا. والله مجرد رفعكم للعالم الفلسطيني في مدرجات اللاعبين أو في مدرجات الملاعب هذا فخر نعتز به ونحتدي بكم بسبب هذا الفعل فقط. أنتم، نحن نعرف كل مناسبات أهلنا في الجزائر لازم العالم الفلسطيني يكون حاضر، حتى الأعراس الشخصية، حتى لو كان عرس يعني العريس أو معريس بكونوا إيش العالم الفلسطيني مرفوع. فيا الله ما أجمل هذا الحب، ما أجمل هذا الكرم الذي خلق فيما بيننا. هذا المنطلق، والله فرحتنا بكم عميقة أهلنا وشعبنا في دولة الجزائر، والله كم نحتدي ونفتخر بكم، والله كم نسأل الله أن يحفظكم ويرعاكم وأن يثبت خطاكم بإذن الله تعالى. وهذه أيضا الفوز رسالة للمطبعين ورسالة للصهاينة بأن البلد تقتنعون بأن البلد الذي الله ناصرها فبكل تأكيد سيبقى الله حافظها والله كارمها والله منعم عليه بنعمها. فتأكدوا تماما أنكم لا تستطيعون هزيمة شعب ربنا حافظه تحت عرشه وظله.
فإلى المطبعين تأكدوا تماما، استيقظوا من نومكم. هدول المطبعين العرب مثل المغرب وغيرهم، استيقظوا من نومكم وكفى غفلة. الجزائر ستبقى منتصرة رغم المؤامرات، رغم أي حاجة بتصير ضدها ستبقى منتصرة. مساندتها للقضية الفلسطينية هذه شرف للأمة العربية، وهذه رسالة للأمة العربية على أن القضية الفلسطينية قضية حق. والله يا إخوان يعني قد ما نقولكم قديش رحين داخل قلوبنا فرحانين، مش يعني هنوصف لكم حجم الفرح، حجم الفرحة العميقة داخل قلوبنا. والله 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 كم أننا نفتخر ونعتز بكم أهلنا وشعبنا في دولة الجزائر. والله أنكم مثال شرف لكل شخص فلسطيني ولكل شخص جزائري. نبارك للحكومة الجزائرية، نبارك للمنتخب الجزائري الكبير والصغير، نبارك لكم هذا الفوز، ونسأل الله أن يحفظكم ويرعاكم أحبائنا وأهلنا وأشقائنا في دولة الجزائر. إلى هنا وصلنا نهاية حلقتنا هذا اليوم، رح نهديكم أغنية بفوز الجزائر العظيم، أغنية مهداة من الشعب الفلسطيني لنا وشعبنا في دولة الجزائر في نهاية هذا الفيديو. نسأل الله التوفيق، نتمنى إذا أنت بتحب ابن فلسطين تدعم لنا هذه الحلقة وتشاركنا إياها، والله فرحتنا بكم كبيرة وكم نفتخر ونعتز بكم. وشكرا لعطائكم ورفعكم العالم الفلسطيني ونصرة لفلسطين دوما وابدا. القدس ستبقى عاصمة لفلسطين، سنصلي بإذن الله تعالى قريبا في باحات المسجد الأقصى مهللين الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قد تحررت فلسطين على يد الفلسطينيين والجزائريين. كل التحية لكم أحبابنا وأحبائنا في كل مكان ومتابعينا في كل مكان. تمنى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكوا كل جديد. كان معكم المعلمين الفلسطيني حسام بالحاج، بأمان الله والسودة كم ربي. الأرض الحرة.